تزاحم الأحداث السياسية وتطوراتها، بدأت الحكومة فعليا في خطة تنمية منطقة النوبة في أقصى جنوب مصر، حيث وافقت الأسبوع الماضي على البدء في تنفيذ بعض مطالب أهالي النوبة. كما وافقت الحكومة على بيع مساحة 1,250,000 متر بمركز مصر النوبة للأهالي بسعر المتر 10 جنيهات، مع تمليك الأراضي مجاني للمتضررين من إقامة خزان أسوان. ورغم أن هذه القرارات تستهدف معالجة أزمة تهجير أهالي نصر النوبة منذ 78 عاما، إلا أنها لم تلقى ترحيبا واسعا من الأهالي، خاصة مع كثرة وعود الحكومات السابقة دون تنفيذ لأي قرارات على الأرض. النوبيون الذين ينتشرون في ربوع مصر أعلنوا في نادي النوبة العام بالقاهرة رفضهم لمشروع الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه. النوبة، تلك المنطقة التي اتخذت هذا الاسم من الاسم المصري القديم نيبو، أي الذهب. وما يميز تلك المنطقة عن غيرها هو الثراء الكبير في الثروات الطبيعية. والسؤال الذي يطرح نفسه دائما، متى سترد الحكومة الاعتبار لأهل النوبة والاستفادة من مقدرات هذا الجزء الغالي من أرض مصر؟ أهل النوبة ضحوا كتير جدا في 100 سنة اللي فاتوا علشان المصريين يشربوا كوباية المي، ابتداء من تهجيرهم لبناء خزان أسوان، وبعديها ب50 سنة علشان بناء السد العالي. تهجروا في ظروف شديدة الصعوبة وبدون تعويضات تذكر، ودلوقتي الحكومة بتعرض عليهم تملك أرضهم القديمة ولكن ب10 جنيه للمتر. أهالي النوبة كتير منهم عندهم آراء معارضة لهذا القرار. معانا النهارده في الاستوديو الحاج احمد اسحاق رئيس لجان متابعه الملف النوبي، والدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب السابق عن النوبه، علشان يقولوا لنا ايه المطالب اللي ترضي اهل النوبه عشان يرجعوا لمكانهم. اهلا وسهلا، شرفتونا. هل الحل الحكومي الاخير ده حل مناسب؟ والله طبعا يعني اشكركم اولا على الاستضافه وعلى هذا البرنامج المهم. يعني احنا يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه بعد مشوار طويل جدا زي ما حضرتك أشرت أنه أكثر من 100 سنة، ولكن يمكن الأمور أصبحت فاعلة أكثر بعد ثورة 25 يناير. وأتذكر بالذات يوم 11/9/2011 كان في لقاء مع حكومة الدكتور عصام شرف، 10 من أبناء النوبة اللي النوبة وضعت كل أملها في هذا الاجتماع الذي يعني نتج عنه أهم بيانين. البيان الأول هو إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الوادي وإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة ناصر بمسميات قراهم القديمة. هذا أول قرار. والقرار الثاني هو معالجة كل آثار تهجير النوبيين في 1902 بعد بناء خزان أسوان، والتعلية الأولى سنة 1912 والتعلية الثانية سنة 33 للنوبيين في أسوان وجزر أسوان. ما ظهر في الصحافة في الفترة الأخيرة هو أنه كان في غموض في الحقيقة وعدم وضوح في الرؤية، في خلط واضح جدا بين ما أعلن عن إعطاء النوبيين الأرض بعشرة جنيه، وهذا كان المقصود به المتخللات في نصر النوبة وليس على ضفاف بحيرة نصر. وأما الأمر الذي كل النوبيين ينتظرونه الآن داخل مصر وخارجها هو إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة الذي وافقت عليه حكومة عصام شرف وحكومة الجنزوري. طب إيه اللي معطل يا حاج أحمد إن الهيئة تقام؟ شوف يا بنتي، إذا خلصت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أولا الشكر كل الشكر للقناة والموقرين المنسوبين لها. لكن إذا خلصت النوايا مفيش مشكلة إطلاقا. المنطقة دي أصلا كانت منطقة مستهدفة من قبل فئة معينة من المستثمرين المستفزين وشيء من هذا القبيل. احنا توصلنا زي ما أسلف الدكتور عمر مع الدكتور عصام شرف الله يمسيه بالخير يصبحه بالخير والدكتور الجنزوري، وحتى في اللقاء المنفرد مع الدكتور محمد مرسي الراجل اعلن بعد اقتنع تماما بما قلته، قرر ان هيكون من اولى اهتماماته عوده النوبيين لمناطقهم الاصليه. اولا بقول اذا خلصت النوايا ليه؟ الناس بتوع الناس الافاضل اللي في
قناة السويس اللي هجروا قصرا بسبب الحرب، أعيدوا بالكامل في احتفالية عظيمة الدولة بعد بناء مدن وليس قرى كما نطلب. إذا كان الدستور المصري بيساوي في المواطنة لابد أن يكون إقرار واضح صريح جلي بدون لبس وغموض من المسؤولين في الدولة بعودة النوبيين من أدندال للشلال على الضفتين كما كانوا. نعم. وإلا هناك مكيالين. الحاجة الثانية هنحاول نساعد الدولة لأن عارفين الدولة ماديا تحت الصفر. تفاعلا مع أحداث الدولة قلنا نعمل جمعيات تنموية زراعية بمسميات القرى ويكون بمساهمات نوبية إلى أن الدولة تفوق وتعمل لنا البيوت أو المرافق، يبقى برضو نساهم بجهد ولا أهلي في إحياء الإعمار المنطقة. هذه العملية لقت قبول كبير، كنت مع معالي وزير الزراعة كان معايا الدكتور عمر وأقر هذا الإقرار بأولوية النوبيين بعمل جمعيات تنموية زراعية، لكن بصد بعض العقبات من بعض العناصر اللي ما زال رؤوسهم يطن فيها الخواء زي ما بيقولوا عشان يستقطبوا المنطقة ليهم. منطقة عشان حدود البحيرة أو على ضفاف البحيرة عشان مشروعات استثمارية يعني ولا إيه الهدف؟ أنا هقول لك الهدف إيه. أولا المنطقة اللي كانت مستهدفة أصلا عشان خاطر المستثمرين المستفزين ويهيئوا لأولاد مبارك وعزي والكلام دي. نعم. لكن يعني اللي أنا عايز أوضحه في الحتة دي عشان المسؤولين برضه ينتبهوا ويعوا إن هذه الجمعيات التنموية اللي هتقام على ضفاف البحيرة ده في تنمية المنطقة في تنمية لمصر كلها، لكن تجد فيه لابد أن تجيب ما يقارب من 19 توقيع من الجيش من المخابرات من الأمن من السياحة من الآثار من المحاجر من الطابونة من العجلات. المهم شل حركة التنمية دي موضوع كان موضوع سابقا، ولذلك أنا قلتها في عدة فضائيات قبل كده إن على أي مصري يستطيع أن يزرع فدان 5 10 100 ألف فدان يضرب بقوانين الدولة عرض الحائط، ولأن استطلاع للأرض في تنمية للبلد والقوانين دي موضوع أصلا لشل حركة التنمية للبلد لصالح قوى خارجية معروفة. هو في حاجة شكرا. طب يا دكتور عمر هو صدر قرار بتخصيص الأرض ولا لسه؟ حاول سعادتك هو طبعا بس أنا عايز أنوه على التقرير أنه ذكرته في التقرير النادي النوبي العام النوبيين يرفضون الدستور. أنا يتحفظ على هذا التقرير في الحقيقة لأنه إحنا كنوبيين زي ما إحنا قلنا في أيام رئاسة الجمهورية بنترك لكل نوبي الحرية المطلقة في التعبير عن رأيه. مفيش توجيه لا مفيش توجيه إطلاقا هذا يعني أنا بتحفظ على هذا التقرير في الحقيقة. بتكلم هنا يعني فيما يتعلق بالتنمية حتى الآن لسه لم تبدأ يعني مسألة توزيع الأراضي في مرحلة كانت بتسمى مرحلة كركر وادي كركر. هذه المرحلة لإخواننا في 5 قرى تم يعني تخصيص أراضي لهم ولكن لم يتم استلامها حتى الآن. احنا بنتكلم على نقطة في غاية الأهمية، أنا بتكلم عن منطقة الجنوب. أنا بقول هنا أنه تنمية الجنوب ده مستقبل مصر، وأنا بأرى أنه في منطقتين في مصر سينموا مصر مستقبلا، الشرق سيناء والجنوب عندنا. كان في هاجس امني في الحقيقه يعني منتشر قبل الثوره كتير جدا بعقود طويله جدا ان المنطقه دي فيها مشكله. لا نحن نؤكد ان هذه المنطقه على مدار 7000 سنه ليس فيها اي مشكله امنيه، وانا ارى انه عوده النوبيين هي اعاده مصر لاهلها الى هذه المنطقه، لان التنميه هتكون هناك تنميه مستدامه. والمنطقه 350 كيلومتر النوبيين هياخدوا قد ايه منها؟ ده هياخدوا مثلا 50 كيلومتر، سيأتي أبناء أسوان ثم شباب مصر كله إلى هذه المنطقة. وبالتالي حتى الآن أنا أقول أنه حتى يكون الأمر منظم لابد من إنشاء هيئة على غرار ما تم في سيناء. هذه الهيئة هي إعادة توطين النوبيين وتنمية المنطقة. هذه الهيئة حتى الآن نحن في انتظارها. طبعا في تحركات مجلس الوزراء أرى أنها إيجابية، ولكن أرى أن كل هذه التحركات لابد أن تكون في شكل قانوني. هذا الشكل هو إنشاء الهيئة التي سيتولاها يعني مسؤول من بدرجة وزير، وسيكون من ضمن أعضائها الشراكة الحقيقية وهم أهل البلد الأصليين. وبالتالي عودة هؤلاء الناس إلى أماكنهم
هي عودة أهل منطقة إلى أهلها، وهناك علاقة بين البيئة وبين الإنسان سينمي. نعم نعم. طيب يعني بالحديث عن الدستور، كان هناك بغض النظر عن الاستفتاء، ولكن كان هناك عدم رضا من جانب النوبيين عن أوضاعكم في الدستور، وكما ذكر الحاج أحمد يعني إن ما كانش فيه نوع من المساواة في المواطنة بين المصريين في أماكن مختلفة. ممكن نفهم أكتر إيه عدم رضاكم عن الدستور في إيه بالظبط؟ أشكرك على هذا السؤال. طبعا إحنا كان عندنا المفترض في ممثل في للنوبة في المجلس، ولكن الآن يعني في الفترة الأخيرة كانت الدكتورة منال الطيب، وحصل طبعا المشكلة أنتوا عارفينها وخرجت مننا. إحنا كان مطلبنا الأساسي في الحقيقة إنه المساواة في المواطنة، يعني لا تمييز بين المواطنين لا على مستوى اللون ولا الجنس ولا اللغة ولا العرق. ولا العرق طبعا ولا العرق. نعم. ثم المطلب الآخر هو اعتراف الدولة بالتعدد الثقافي. طبعا حينما نقول نوبيين أقول أيضا هناك سيناء وهناك سيوة، لم يأتي ذكر لهذا الأمر، ولكن في يعني حتى أكون يعني طبعا منصفا تماما، بالأمس فقط مثلا كان في اتصال بيني وبين محافظ أسوان، اتصل بي وقال لي لابد من عمل لجنة يعني هتشرف برئاستها بخصوص التاريخ النوبي وما أردتم أن تعطوه في تضعوه في كتب التاريخ، وطلب مني فعلا أنه يعني نكتب ما نريد أن نكتبه في التاريخ الموثوق به في كتب التاريخ المصري، وهذه إيجابية، أرى أنها إيجابية كويسة جدا طبعاً. جدا. وبالتالي هنا أنا لا أرى أن النوبيين فقط هم الذين يعني يهتمون يعني بهذه القضية. نعم، ولكن أرى كل تاريخ مصر، وأنا أنظر للمسألة دي من ناحية أنه التعدد الثقافي هو قوة للثقافة المصرية واعتراف بها. يعني إذا كنا نقول هناك ثقافة فرعونية، ثقافة قبطية، ثقافة إسلامية، ثقافة معاصرة الآن من كل دول العالم تؤثر في مصر، كل هذا تعدد يقوي الثقافة المصرية طبعا. وحقيقة كنت ذكرت نقطة التمثيل في الدستور وعدم التمييز ضد أي من طوائف الشعب. حاج أحمد خليني أسأل حضرتك، هل في إحساس عند أهل النوبة إن هناك نوع من أنواع التمييز بتمارسه الدولة ضدهم في التعيين في الوظائف العليا أو في سلك القضاء أو في سلك الدبلوماسي؟ لا، الكلام ده احنا عندنا مش عشرات، مئات اللواءات في الجيش وفي الشرطة. الدكتور اسمه ده المشير طنطاوي منوبي من أبو سمبل. لا، احنا لسنا مضطهدين، ولكننا مظلومين ظلم بين واضح جلي ما فيهوش لبس وغموض. الظلم اللي وقع علينا دي تعتبر أكبر مظلمة في تاريخ مصر الحديث على الإطلاق. فيما يتعلق بالعودة تقصد؟ فيما يتعلق بالعودة. إنما الدستور أنا يكفيني في ثلاث بنود شد انتباهي. نعم. اللي هو المساواة في المواطنة. ولو إن احنا كنا عايزين نخص إن باعتبار ان مصر النوبة دي منطقة جذور، منطقة أصالة، منطقة عرقيات، منطقة ليها تميز أو تفرد، وده بيصب في بوتقة الثقافة المصرية عموما. يعني المشروع اللي احنا قايمين به دلوقتي إنشاء جمعية تنمية زراعية، في بندين في الدستور اللي هو البند 50 و51 اللي بيتيح إقامة الجمعيات الجمعيات التعاونية من الأفراد، الجمعيات التعاونية لكانت زراعية أو شيء من هذا القبيل. احنا بنستند على هذا في الدستور، لكن الخوف من إيه؟ سوء النية بدليل بإثباتات وأدلة وبراهين ثابتة. منظمة الأغذية الزراعة الدولية الفاو عملت ثلاث قرى في منطقة النوبة، في جرب حسين وتوماس عافية وكلبشة. للأسف المحافظ السابق جاب فئة لا تمت النوبة بأي صلة، ولبسهم الزي النوبي وطلعهم بطاقات شخصية مزورة باسم القرى وسكنين هم بدون نوبيين. ده نمر واحد. نمر اثنين، تم استطلاع 5000 فدان في منطقة قسطل. هذه المنطقة بدأنا نديها مثلا لعدندان قسطل ويكون حل جزء من المشكلة. للأسف اتبور الأرض واتدمرت الشبكات اللي فيها واتطمرت الترعة والمضخات الضخمة اللي جايبين بعشرات الملايين دون أن تضخ لتر مية في هذه 5000 فدان، عليها اصطبق وداها في أسوان من 3 سنين عشان يصلحوها
بدون ما تضخ يعني سوء النية واضحة. ال 52 بير اللي اتعمل في منطقة أبو سمبل، كل بير بيزرع يعني ما يقارب حوالي 12,000 فدان. الجنريتورات والمضخات دي كلها اللي اتسرق والباقي في مستودعات وزارة الري إلى أن عليها الصدأ، غير اللي اتسرق كان ممكن يحل مشكلة بلانة وأبو سمبل مثلا يعني. طب دكتور عمر، انتوا فين من كل هذه القضايا وطرحها بشكل اكثر قوه على المجتمع؟ والله طبعا احنا لينا يعني سنوات عقود عديده بنطرح هذه القضايا، ولكن كان الظلم بين على كل مصر طبعا، واحنا بسبب خاصه كما قال الحاج احمد. ولكن بعد الثوره احنا وجدنا بصيص من الامل، وجدنا وكان الشمعه في النفق المظلم يعني نسير على هداها. ولكن انا اريد ان اؤكد هنا على مجلس الوزراء الموقر، لابد من انشاء الهيئه، واحنا كنوبيين متفهمين يعني الدولة اقتصاديا شكلها الآن. احنا بنقول النهاردة لما يطلع قرار سيادي رسم رئاسة الجمهورية بحق إعادة توطين النوبيين، هذا أول مطلب لنا. والمطلب الثاني إنشاء الهيئة العليا. احنا كل النوبيين في العالم 5 مليون نوبي على الصلة بيهم كلهم، أنا في العالم في أمريكا. هم موجودين فين أغلب النوبيين؟ عندنا في مصر والسودان، عندنا في الدول العربية معظم كل الدول العربية، في أمريكا، في أستراليا، في كل أوروبا كلها، وكلنا على صلة واحدة. احنا كطبيعة نوبية الحمد لله لدينا عادات وتقاليد كلنا متشابكين مع بعض، ولكن بننظر إلى مصر إن دي أمنا فعلا، واحنا بننظر، وقلت هذا الكلام تحت القبة، نحن ننظر إن احنا بقايا البقايا من مصر القديمة، وبالتالي هنا نريد أن تهتم الدولة بهذه المنطقة لأنها بوابة مصر نحو إفريقيا. موضوع 19 إمضى ده لسه قائم حتى الآن هذه مشكلة، وأنا أؤكد على ما قاله عمنا الحاج أحمد، لابد من تيسير. إحنا بنساعد الدولة في الجمعية الزراعية، أنا هساعدك يا دولة، أنا هدفع معاك لأن أنا مقدر ظروفك، فلابد أن تخف الدولة معنا في يعني إزالة البيروقراطية الموجودة الآن. شيء غريب جدا، يعني مش هياخدوا الأرض ويجري بيها جدا يعني. دكتور عمر حضرتك بتقول لي إن صدر فعلا قرار بإنشاء الهيئه، لم يصدر. كان في بيان من وزاره عصام شرف انه يعني ستكون هناك هيئه على غرار ما تم في سيناء، فنحن في انتظار هذه الهيئه، كل النوبيين في انتظار صدور قرار انشاء الهيئه، وهذه الهيئه تتولى كل شيء. تعمل ايه الهيئه دي؟ يعني اولوياتها تكون ايه؟ غير توطين او اعاده توطين لاهل النوبه لارضهم؟ ما اولوياتها ان طبعا اعاده التوطين بتعني بناء بيوت، تسليم اراضي، تعمير المنطقة، وليس فقط للنوبة، ده المنطقة كلها، ولكن الأولوية لأبناء النوبة. وحينما نقول الأولوية لأبناء النوبة يعني نقول بعد ذلك يأتي أبناء أسوان، يأتي كل شباب مصر. وأقول هنا المنطقة يعني زاخرة بالمعادن، بثروات كثيرة جدا، الصيد، الزراعة، الآثار، هذه المنطقة يعني أنا أرى أنها فاتحة خير لمصر، كما يعني كما ضحى النوبيون منذ بناء خزان أسوان من أجل خير مصر كلها، كما قلت يا أستاذ علي، سيساهم النوبيون وسيكونون روادا للتنمية الشاملة من الجنوب، ثم يأتي كل أبناء مصر بعد ذلك. هذا مطلب أنا لا أرى، أنا إذا كنا نحاكم النظام السابق على أنه أظلم ناس، أنا أقول يمكن يحاكموا على أنهم لم يهتموا بتنمية مصر التنمية الحقيقية. لو نمينا الشرق سيناء ونمينا الجنوب ما كناش بينا الآن في هذا الظرف الاقتصادي الصعب جدا يعني. طب حاج أحمد، يعني الحديث عن النوبيين كعرق يضاف لثراء التنوع الحضاري والثقافي المصري وما إلى ذلك، هل تخشى أو أنتوا يعني صوتكم مش عالي كفاية لأنكم تخشون مثلا أن يتم التقاط هذه القضية فتصبح نلاقي ناس بتتكلم من برة عن أقليات في مصر كما حدث مع الملف القبطي مثلا؟ يعني ده تخوف عندكم؟ شوف يا بنتي، السلوك الحضاري يترجم إلى عمل جاد زي ما احنا عملنا. احنا قلنا يعني رغم أن النوبة أكبر مظلومة في تاريخ مصر الحديث، لن نطلب هذه المظلومة حتى تجف دماء شهدائنا، تتحلل الأجساد الطاهرة وتقف مصر ظل صلبة وتستعيد ما فقدته، ثم نطلب هذه. كان يجب على الدولة أن ترتقي إلى هذا المستوى الحضاري في التفكير، وهذا النوبة في التفكير. أيوه، دي يعني أكبر منطقة عطاء، منطقة تراث، منطقة إرث، منطقة حضارة، منطقة ثقافة، هي المنطقة دي، بدليل عشان تعرف يعني مدى إيثار النوبي لمصريته.
قلت الكلام ده قبل كده، جندت اسرائيل عشرات الملايين لاستقطاب نوبي واحد لفك الشفره اللي كانت مستخدمه في اللغه النوبيه. عشرات الملايين، وانا كنت في الخارج، لم يعثروا على نوبي واحد يقبل هذه العشرات الملايين عشان يحلوا الشفره. هي دي المصريه، هي دي الثقافه، هي دي الحضاره، هي دي العطاء. لكن للاسف يعني ما اعرفش ليه النكران والجحود ده الى هذا المستوى في الوقت اللي فيه احنا بنطالب زي ما قال الدكتور، يعني يجي يستثمر في مصر اي في النوبة اي استثمار، يبنوا قرى سياحية، يبنوا مصانع و الا الاستثمار الزراعي حتى يستوفي النوبين حقهم بالكامل اولا. ولذلك على فكرة عايز اقول لك حاجة، قد يعتقد البعض النوبين ضعفاء، اقسم بالله اقوياء وقوة مش مؤثرة فقط، قوة منتجة وهالكة. ليه؟ يعني احنا اتبعنا سياسة نهرو اللي هو سياسة السياسة جراح اللي هو عدم العنف، اللي طلع انجلترا عن بكرة ابيها من البلد بدون طلقة. مش اونسيس اللي قال اذا كنت في حالة تفاوض يجب يكون على يمينك الطبنجة. مش معناها دي الشيء قدام يعني مصدر قوة. واحنا اقوياء، اقوياء اولا بالله، اولا اقوياء وبحقكم بمثقفي مصر، بجميع الادباء الكتاب المثقفين الصحفيين المخلصين، الشعب المصري ككل اللي آزرونا وقفوا معانا وادركوا مظلومتنا، احنا اقوياء بدوله. وطبعا احنا بنتمنى حاج احمد ان في الاخر يعني يكون في خطوات عملية على الأرض لحل مشكلة أهالي النوبة. احنا بنشكركم جدا دكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب السابق عن النوبة، والحاج أحمد إسحاق رئيس لجان متابعة الملف النوبي. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة من زي الشمس، كان معاكم زميلتي العزيزة شيرين عفت وأنا علي البهنساوي. نقابلكم بكرة في حلقة يوم الجمعة اللي بتبتدي الساعة 9 الصبح. شكرا لمتابعتكم.